النبي الرحمة عليه الصلاة والسلام من رابطة العالم الإسلامي وكذلك من مؤسسة أزكى المسك للعود والعطور الشرقية. أحمد مستعد؟ مستعد. سؤالك سهل؟ بلا تفكير. طيب، أنت أسئلتكم أنا أحس أنها صعبة، لكن المتصلين ما شاء الله ذهينين وما شاء الله ما شاء الله. معنا من الطائف، معنا الأخت هند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. هند، وشلون المعتمرين بدأوا يكثرون على الطائف الآن؟ أيوة أكيد؟ أيوة أكيد. ما شاء الله، الطائف مشهورين بكرمهم وفضلهم ويعطيك العافية. تذكري لنا شيء من أداب الصيام ما ذكروه؟ الصبر. ليش؟ الصبر. الصبر؟ أيوة. ممتاز، أن الواحد يصبر على الجوع، على العطش، يصبر ويعود نفسه على تحمل. مثلا لو قدر الله أحد عاتبه أو لاغاه، أو حتى خصوصا الناس اللي يسوقون السيارات، واحد حده، زحمة إلى آخره. يعطيك العافية، إجابة يعني جيدة وممتازة. معنا أحمد بيعطيك سؤال، وتفضل يا أحمد. أنا زي ما قلت، السؤال ما يبي له تفكير وسهل مرة معروف. يقول السؤال: من هو ترجمان القرآن وحبر الأمة؟ هل هو عبد الله؟ اختيارات عبد الله بن الزبير، ام عبد الله بن عمرو بن العاص، ام عبد الله بن عباس. السؤال سهل. الو 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 معي. الو الو اي نعم، دخل علينا اثنين كلهم بياخذوا الجائزه. ايوه تفضلي يا اختي. وش نعيد السؤال؟ نعيد السؤال بشكل سريع، يلا يا امي. من هو ترجمان القرآن وحبر الامه؟ نعم، من هو ترجمان القرآن وحبر الأمة؟ اختيارات. الاختيارات. الاختيارات: عبد الله بن الزبير، أم عبد الله بن عمرو بن العاص، أم عبد الله بن عباس. الجواب الأخير. عبد الله بن عباس. إيه. تأكد. إيه. إجابة صحيحة. مبروك عليه. مبروك مبروك، وفقتي وسددتي. وجعل والديس إن شاء الله في جنات النعيم. كانت هذه هي آخر فقرة معنا في هالبرنامج، برنامج نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. إلى أن نلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه تحيات أخوكم ومحبكم عبد المجيد. السلام عليكم. كأنك قد خلقت كما تشاء، كأنك قد خلقت كما تشاء. رسول الله، حبيب الله، نبي الله، صلى الله عليك وسلم. صلوا على المصطفى العادل الهاشمي وفي الأوصاف، صلوا على المصطفى العادل الهاشمي وفي الأوصاف، صلوا على المصطفى العادل الهاشمي وفي الأوصاف. لا إله إلا الله. صلوا على نبينا هادي الهدى المختار الهاشمي محمد سيد الرسل الخيار. صلوا على نبينا هادي الهدى المختار الهاشمي محمد سيد الرسل الخيار. مرسول بالبشرى ومنذر عذاب النار، بلغت وحي الله الواحد القهار. مرسول بالبشرى ومنذر عذاب النار، بلغت وحي الله الواحد القهار، بلغت وحي الله الواحد القهار. صلوا على نبينا هادي الهدى المختار الهاشمي محمد سيد الرسل الأخيار. صلوا وسلموا يوصل لنا السلام، صلوا وسلموا يشفع يوم الزحام، صلوا وسلموا يوصل لنا السلام، صلوا وسلموا يشفع يوم الزحام.
يشفع يوم الزحام، يشفع يوم الزحام. صلوا على نبينا هادي الهدى المختار، الهاشمي محمد سيد الرسل الأخيار. لا إله إلا الله.